بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وإخوانه وحزبه. جئنا اليوم في هذه الوقفة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع والداعية إلى الاحتجاج بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا اليوم الذي تتبجح به الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وتتبجح بكونها ترعى حقوق الإنسان في العالم. نقف اليوم على أكذوبة كبيرة، وهي أن هؤلاء القوم الذين يتبجحون بحقوق الإنسان، الأمريكان والدول الأوروبية وغيرها، نقف على أنها فعلا كان ذلك فقط بيعا للوهم، كان زيفا وكان شعارا، لم يكن يوما حقيقة. فبمجرد ما ابتدأ طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر من هذا العام، في نفس اليوم دعمت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الكيان الصهيوني الغاصب بدعوى أنه يدافع عن حقه ويدافع عن نفسه. هذه أكذوبة وأسطوانة مشروقة لا يقبلها عقل. الفلسطينيين هم أصحاب الحق في الأرض، أما الصهاينة الغاصبين فهم محتلون ومغتصبون لأرض فلسطين. التاريخ لم يبدأ منذ 7 أكتوبر، التاريخ بدأ منذ سنوات، يوم دخل الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية مغتصبا محتلا. لذلك هذه الأسطوانة مشروقة. نقف اليوم كذلك ومن باب الدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الشعب المكلوم، هذا الشعب المقهور، هذا الشعب المظلوم الذي يعيش غلاء فاحشا ويعيش أزمات في التعليم ويعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وغيرها. لذلك فعلى الدولة المغربية اليوم أن تراجع نفسها، أن تراجع نفسها، وأن تعطي لكل ذي حق حقه في هذا البلد الذي يعيش أبناؤه اليوم أزمات اقتصادية واجتماعية. وتحية لكم.